فتخيلوا معي رب المجد ملك السماء والأرض لم يجد موضع في أي منزل، سواء في مغارة متواضعة ويولد في مكان متواضع جدا في مذود للبقر، يعني مكان أكل الحيوانات. وضعت مريم أكيد القش وقمطته لأن كل امرأة كانت تحمل زنار قماط، وهذا القماط له هدفين. الهدف الأول عندما تلد وممكن تلد على الطريق أنه بتقمط حتى تهتم في هذا الطفل، والسبب الثاني لو لا سمح الله أنه الطفل بموت القماط بيكون عبارة عن كفن لتكفين هذا الطفل. أليست هذه إشارة ودلالة جميلة أن الذي ولد في بيت لحم ولد لغرض أسمى لكي يموت على الصليب ويكفر عن خطايا البشرية؟ ولد المسيح، ولد المخلص، ولد عمانوئيل الله معنا، ولد رب المجد، ولد القدوس ابن العلي ابن الله، ولد رئيس السلام، ولد هذا الشخص العجيب الفريد في مغارة متواضعة في مذود متواضع. مكتوب عنه مع أنه الغني افتقر لكي تستغنوا أنتم بفقره. أوليس عجبا أحبائي إنه البشارة كانت في الناصرة في مكان متواضع، ويعيش المسيح في بلدة يمكن سمعتها ما كانتش كويسة، ولد في مذود في مغارة في قرية صغيرة في بيت لحم. عاش كما يقول الكتاب ليس لابن الإنسان أن يسند رأسه في أي مكان. عندما دخل أورشليم منتصرا وظافرا فرشوا له الثياب، بل استعار حمار لم يملك حتى حمار واحد. وعندما مات المسيح لم يكن له قبر، فطبعا يوسف الرامي أعار هذا القبر وكفن بواسطة نيقوديموس ويوسف الرامي. أوليس هذا عجبا أحبائي؟ رب المجد أن يعيش فقير لكي يتعاطف معك ومعي حتى يتعاطف مع بشريتنا ويتعاطف مع إنسانيتنا. بينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل.